الغرام اللي عشناه دقوا قلبي وبلاه داكشي اللي شفناه دبح قلبي وكفاه الله يا ربي الله كندي تنسى اللي درنا وما درناه كل شي خلصناه متهمة وتشديت في الحبس خلي بعدا ترتاحي وعاودي لي بعدا شنو وقع واش متأكدة عندك يجي عالي ولقاني ما يعجبوش الحال علاش ما كتجاوبينيش ولا جيب بالي زاتها هو هادشي اللي كيقولوا هاد الجوج كذوب المحكمة حكمت على الموقع ديالنا باش تخلص تعويض لواحد السيد 3 مليون ديال الدرهم عندي علاقة مع السي عالي من شحال هادي كان عندي رونديفو مع المدام الثانية ديالك وبعد مني ما عندك لاباس شنو كاين ضربني وقال لي بابا كارج السهرة غتكون شوية طويلة ما بغيتش ندير لك شي فضيحة تجمع عليا حوايجك وولدك وغتخرجي تعطيني اتساع من دار تفضلوا ماما ماشي شي حاجه في مستواكم ولكن هادشي اللي كاين هاد الساعه راه واخا تبان لك الحومه بسيطه راه الامان ما عندكمش مناش تخافوا الناس ديالها ما فحالهمش ولكن الله يعمرها دار كل واحد داخل سوق راسو كاينه شي بلاصه قريبه لادم كاينين ثلاثه جوج ديال الدوله ووحده بالفلوس ديال الفلوس غاليه ما عرفتش على كل حال هي ما غتكونش بحال المدرسه اللي كان كيقرا فيها النهار الاول وانا كنعرف المدير ديالها الا بغيتيني نتكلف ونسول مرحبا الا قدرتي يا حميد شكرا بزاف عمرني ما ننسى خيرك بالعكس ما تقوليش امام هذا الكلام انتم خيركم سابق انا النهار فاش خدمت معكم كنتم مهلين فيا في الاول ما كنتش مرتاح ولكن مع معاملتكم الطيبه وهذا حسيت بكم قراب مني ماما كنت غنسكن هنا نسكن هنا بروفيزوار مو ولدي مدام دابا راه انت هو الراجل ديال الدار خصك تعاون مع ماماك واخا لا احتاجوني في اي حاجه انا موجود تليفون بيناتنا شكرا حميد تصبحوا على خير تصبحوا على خير وي ريتا والله ما عرفت واش بدا زينب ريتا نساي داكشي اللي دار علي صافي نسايه عادي هو ما عمرو ما كان كيحمل مهدي يمكن انت انا كنت في بلاصتو كنت ندير نفس الحاجه
لا ما نظنش، انت يا زين بالقلب الكبير وبعقلك، اجي فينك دابا؟ انا في واحد الدار لقى عليا حميد. شكون حميد؟ حميد الشيفور ديالنا، ما عقلتيش عليه اللي كان معنا؟ ما فهمت والو. دابا زين تقبلي المساعده من الشيفور ديالك وما تقبلهاش بصحاباتك. غيتا حميد الا عاوني في شي حاجه كيخليني نعطيه فلوسها. فهمتك. ايوا بعد عاودي ليا، قولي ليا الدار جديده شي حاجه مزيانه كبيره عجباتك؟ مزيانه مزيانه الحمد لله. قريبه لينا انا والبنات. غيتا شي واحد كيدق، انا نعاود نعيط لك، انا نعاود نعيط لك صافي. هذا ما وليت هكا خاصو يعجبك الحال، هادي هي الدنيا، ما عرفتيش غدا شنو يوقع. عاجبني الحال ماما، قال لي عمو حميد خاصني نكون راجل وانا غنكون راجل. فاش كتفكر دابا؟ بابا هو سبب هاد المشاكل ياك ماما؟ هذا ما ولدي، بغيتك تخوي هادشي من راسك، يوقع اللي يوقع بغيتك ديما تبقى تحترم باباك وتبغي. كون كان كيبغيني بابا نرجع لعندي، ياك هذاك اللي ما تصدق ماشي هو. حنا ما عارفين شنو واقع هذا، ما عارفين والو. احسن حاجه نقدروا نديروا دابا هي نبقاو صابرين وكنتسناو ربي كيجربنا باش نكونوا ديما قويين اكثر، فهمتي؟ يلا جي جمع معايا. جيت سلامة مدام. سلام كامل. قبل ما نبداو بغيت نقول لك انا مقلقه منك. علاش مدام؟ شايف قدامك فيلم رومانسي فيه الحب والغرام وكتفرج وساكت. ما بغيتش نقلقك يا مدام، قلت ماشي شغلي. هي انا ما عزيزاش عليك. لا مدام بالعكس، انت عزيزه عليا بزاف وكنحترمك بزاف، دايرك في مقام اختي الكبيره. غير هو مدام انا عندي واحد الهدف في الحياه، باغي نولي شامبيون باش نعاون راسي ونعاون عائلتي. تقدري تقول يا مدام غادي بحال شي بغل؟ حاشاك. عزك الله مدام، اللي بغيت نقول هو غادي بحال شي بغل داير الدراكات على عيني وكيشوف غير قدامه. راه واخا باقي صغير، كنت علمت باللي اللي كيدخل في الشبوقات ديال الناس كيجيب راسو هي المشاكل والكوارث. شنو بغيتيني ندير يا مدام؟ ندخل بينك وبين السي علي تخاصمو ومن بعد تصالحو نولي انا عدوكم بجوج؟ ما كاين لاش يا مدام، بقى داخل سوق راسي حسن. قنعتيني، ما عندي ما نقول. نسى علينا هذا الموضوع ونهضروا في المعقول. هضرت مع المشرفين على التربص للمنتخب اللي كنتي فيه وقالوا لي بالضبط علاش خصنا نزيدوا الخدمه. ما بقى لك والو تمشي للميتينغ، ما بغيتكش تمشي تما غير على ود المشاركه، حيت تما غتلقى راسك لاول مره مع عداء مستوى عالي اللي ماشي غير كيجريو كيتقاتلوا. انا ما كنطلبش منك تربح، ولكن بغيتك ما تحشمنيش. كوني هانيه من هاد الناحيه، غندير كل ما في جهدي باش ما نحشمكش. ان شاء الله. يلا أنت مشيتي؟ أنا شو مالك؟ حيدا ولدي من الطوموبيل. أنتي مالكي؟ شو أنتي مالكي؟ ومن بعد لك هاد طوموبيلتك؟ كتهضرو هكا؟ أش كتشوف فيا أنت؟ يلا خويا. طلع آدم. جاني أميل من السيرفيس دانفورماتيك. أها؟ عرفتي شكون اللي كان في تركيا؟ شكون اللي كان في تركيا؟ فرح القاسمي، مشات يومي لآلي غوتور اسطنبول. فرح القاسمي؟ هي كتقولي ما عندهاش باش تقطع ورقة ديال الطوبيس. شتي من الأول قلت لك هاد البنت شادي في راسي شي حاجة. هذا من العمران ياك؟ أه. الدراسة هنا في المؤسسة ديالنا، ما كاين حتى شي مانع لالا، وراه يمكن ليه يلتحق القسم ديالو من دابا لبغا. إلا عندك شي وقيت جيب لي هاد الوريقات. أه.
واخا. سي حميد قال لي بانه كان تيقرا في شي ميسيون ياك. اه سيدي. قول لي ولدي عندك شي مشكل في شي ماده من المواد؟ تاريخ والجغرافيا. تاريخ والجغرافيا ماشي مشكل، انا غادي نوصى عليه الاساتذه ديالو باش يعاونوه ويكونوا معاه. ولدي ادم اسمح لي الله يرضي عليك بغيت نتكلم مع ماماك واحد الدقيقه. مدام العمراني عندي لكم واحد الطلب، انا تبعت القضيه ديالكم في الصحف، بعباره اخرى ماشي ضروري الناس كلهم هنا يعرفوا شكون نتوما. تعيشوا مجتمع شويه صعيب والناس غير كتناقل الهضره، كل واحد كيفاش تيلونها وكل واحد كيفاش يدير لها. واش فهمتيني؟ فهمتك فهمتك. مرحبا بكم عندنا. شكرا بزاف. دابا توليف اولدي، شوف الا سولك شي واحد فين كنتي ولا منين جيتي قول ليه كنا ساكنين في طنجه وكنتي كتقرا تما، ما تجبد مع حتى شي واحد هنا الهضره عليا انا وباباك صافي. واخا يلا سير. ادم فرح القاسمي 8 ماي 1998. ما غاديش نعطلوك، عندنا لك جوج الاسئله ثلاثه غتشي فحال كي تعاونتي معنا. شنو بينك وبين المهدي العمراني؟ حتى هو من بن سليمان بحالي. شنو العلاقه اللي كتربطك به؟ والو حتى شي علاقه، في المنطقه ديالنا كلشي كيعرفو، حيت هو صحفي وانا كنقرا الصحافه كنت اتصلت به باش يعاونني. عاونك؟ كان وعدني باش ندوز عنده 16 في سير تي في ولكن غبر قبل ما نمشي. داكشي علاش كتبتي المرة الأولى؟ كلشي كيكذب فاش كيبغي يوصل لشي حاجة. في خبارك المعهد اللي كتقراي فيه كيقلبوا عليك، ماشي بعيدة في سلوك. مزيرة في الفلوس، ما قدرتش نوريهم وجهي، ولكن أنا قريبا ندبر شي حاجة وغنمشي عندهم. باش تخلصي المدرسة ما عندكش فلوس، ولكن تشورك يلا العاقة موجودة ياك. باش عرفتوها؟ ديكلاريتي في المطار 2000 اورو، من جاتك الفلوس؟ حتى هادي عرفتوها؟ شكون هنا؟ البوليس. غتلقي راسك راه ما عندناش الوقت باش نمشيو نكملوا هذه الهضره في الكوميساريه. خالي كيبيع ويشري في الحوايج، وكان وصاني باش نمشي لتركيا باش نجيب ليه شي موديلات يعاود فيهم البيع. هو اللي كان خلص لي البيي دافيون وعطاني 2000 الاورو باش نمشي. سميتو النمره ديالو وعطينا شي حاجه عليه. سليم القاسمي. اه صفر 6 38 26 47 18. السلام عليكم سي سليم القاسمي، معك الضابطه نجات اي تعدي من الشرطه القضائيه. معنا واحد السيده انا سميتها فرح القاسمي كتقول باللي انت خاله. كنتي صيفطتيها لتركيا تجيبك شي سلعه؟ فوقاش؟ اها شحال كنتي عطيتيها ديال الفلوس؟ 2200 اورو. واخا سيدي شكرا. بغيتي تهضر معاه ندوزها لك؟ لا لا بلاش كيتسالني شي فلوس. قالت لك سيدي تتسالي وتعيط لك. شكرا. داكشي اللي قالت كله صحيح. تقدري تمشي. ديري شي طلاب في المعهد راه كيقلبوا عليك. ما عرفتش علاش هاد البنت كنحس بها مخبيه شي حاجه، كتجيني بحال بينه وبين المهدي العمراني شي علاقه، شي علاقه غراميه. فهمتي؟ المهدي العمراني ما لقى معاه من يربط علاقه مع هادي، وماشي شي زين زعما. ولك مسمومه مالك؟ هاد البنت ما زويناش، بالعكس شادني زوينه بزاف، ولكن علاش مخبيه الزين ديالها؟ هذا هو السؤال اللي خصني نعرف ليه الجواب. هذا هو السؤال.
صافي هو غادي نقتلوه. شتي ماما قداش ومازال الناموس بيت كياكل فيا ما خلانيش الناس. غادي نديرو الدور كلشي يا ولدي، اليوم ما غادي تاكلك حتى شي حاجه. هذا هو قتلناه اصلا. ولكن ماما باقيين بزاف، نقتلوهم كاملين غنديرو لهم الدواء اليوم تنعس مزيان. سير حل الباب سير. بونجور. صافا لاباس؟ شنو وقع؟ زينب راه ما خصكش تبقاي ساكنه هنايا، شوفي على حالها، شوفي شي ابارتمون في شي كارتي مزيان، والله انا والبنات نعاونوك في الكرا. عافاك بغيتي كيفاش؟ البنات ما بغيت حتى شي حاجه انا، كيفاش شوفي على حالها؟ راه الدار نقيه، ما بغيت حتى واحد يعاوني، انا باغا نوقف على رجلي بوحدي يا سيام. اجي قولي لي الخدمه ديال راجلك ما كتدخل لك والو كاع؟ انت اخدي داك الجمل جالس، الخدمه مشاكل اكثر من الربح اللي فيها، اصلا ما بقى والو، يجيو الاعوان القضائيه يجمعوا لنا كلشي. بحال شي واحد دير لك شي حاجه باش ما عمرك ما تهزي الراس. لعندك ما ديريش عليها، هذه راه موسوسه باغيه توسوسك. كلشي غادي يكون مزيان زينب ان شاء الله، كلشي هادشي غادي يتبدل ويولي حسن زينب. الا بغيتي تخدمي كنعرف واحد السيد سليم من لا غاليري سليماني. اها نشوف الا كنحتاج شي اسيستونت الا بغيتي نهضر لك معاه. بغيت الا قدرتي تهضري معاه يكون مزيان بزاف. غيتا سمحوا لي البنات، بغيت نمشي للتواليت. زينب منين سليم؟ مع الكلور على يدك تلاسر. ادم عجبك المدرسة الجديدة؟ اه. طبة طبة شو وقع؟ وين على طبة؟ طبة ما يمكنش. ادم ادم عندك ادم عندك هو. لا لا ادم 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 سير 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 الزعقة لا ضحكي ما تخافوش، انا الراجل ديال الدار ودار غير فار. داك اللي بغيت غير سير بعد سير. دابا هادي طوبة. والله ما عرفت شنو غنقول لك، انت ما عمرك ما خدمتي. عرفت، ولكن انا دابا فواحد لا سيتوياسيون خاصني ضروري نخدم، ومن ديما كان كيعجبني لاغ، كنعرف بزاف ديال الفنانين التشكيليين المغاربه، نقدر نهضر لك على الاعمال ديالهم بحال المليحي الغرباوي الحساني بين بين وبزاف واحد اخرين. هادو اللي كتهضري عليهم ناس معروفين بزاف، ناس كبار في البلاد وفنانه مشهورين، جو سوي داكوا افيك توا، مي لا غالغي ديالنا حنا كتخدمي مع الفنانه التشكيليين الشباب. بالعكس ماشي مشكل، صافي انتريس نعرف حتى الاعمال ديال الشباب، وانا متاكده غادي نتعلم ونقدر نهضر عليهم لا كليونتيل ديالك. مدام غيتا دحان صديقه عزيزه بزاف وما نقدرش نقول ليها لا، فوقاش تقدري تبداي معنا؟ اليوم عندي شي حاجه نقدر نبدا غدا. مرحبا بك معنا، افيك ان غون بليزير. مرحبا. شكرا. الحاله اللي وصل لها هاد لوسيت ما تبغيهاش لعدوك، ما عندناش باش نخلصوا الغرامات اللي حكمت بها المحكمه، وما عندناش باش نخلصوا لي سالاري بلا ما نهضروا على لي فري لي فاكتور ديال لوسيت. المهم نقدروا نقولوا بلي درنا فايت. بلا ما تطول علي الهضره سي بلال، قول لي الا كاين شي حل. ما عندي ما نخبي عليك، كاين بزاف ديال العائلات كياكلوا معنا طرف الخبز من هاد لوسيت. ونسيت ما قلت لك بلي هادي 6 شهور ما خلصنا على الناس لا سي ان اس اس. المهم دابا هاد لوسيت الا سديناه بزاف الناس غيبقاو بلا خدمه. صراحه منين فكرت لقيت حل واحد اللي ممكن نديروه، هاد لوسيت خصو يتباع. شكون هاد الحمق اللي غيشري سيت غارق في مشاكل وكريديات؟ سيد يقدر يفكك من هاد المشاكل كاملة، غيشري من عندك لوسيت كيف ما هو بدرهم رمزي، هو غيتكلف وغادي يخلص كلشي لي صالير والديون كاملة وحتى داكشي ديال المحكمة. شكون هاد المنقد العاجي؟ صراحة أنا ما عارف شكون هو، صيفط لي غير المحامي ديالو هو اللي اقترح عليا هادشي، يقدر يكون بغا يبقى بعيد،
شنو قلتي يا مدام زينب؟ شغنقول السي بلال؟ هاد المشاكل خصها تسالي، واخا ما يخرجنا حتى شي حاجه من هاد البيعه والشريه، ولكن ندير اللي كيبان لك في مصلحه السيت وفي مصلحه الناس اللي خدامين. بيع السي بلال، بيع. اصلا هاد لو سيت هو سبب المصايب اللي نازله عليا كامله، انا متاكده. متاكده من هادشي اللي كتقولي؟ ما غاديش تنادم معاك الحل من بعد؟ ادم جيتي يا ولدي، سير الكوزينه راه وجدت لك شي حاجه تاكلها. فيا الجوع. كلي شويه. ماما عيان، فين الناس؟ خاصك تكون فرحان، اليوم لقيت خدمه، يعني دابا نبقى نشري لك اي حاجه بغيتيها. ما بغيت والو. مالك ولدي، قلقك شي واحد في المدرسه؟ ما قلقني حتى واحد. علاش ما كتشوفش فيا؟ هادام هادام، شكون ضربك ولدي؟ حتى واحد. وشنو هاد السرقيه اللي في عينك؟ طحت مع واحد الحيط. عرفت واحد الحيط، حتى انا دخلت في واحد بحالو ملي كنت في الحبس. انا كتاب. ها نزيل الواحد يواجه الاخر، ولكن في الحقيقه لالك هي اللي كتابه. قول لي علاش من كتاب. ها خليك من كتاب، هيا دابا خلاتك عندي، لا يهمك تنقطع عليك الماكله ونوريك انا كتاب. من كتاب باقي زيد فيه، باقي زيد في كتاب، زيد كذب. فين هي دابا لالك؟ خلاتك معايا انا بوحدي، بقيت انا بحالي بحال، مش عاد مقصره مع شي واحد. الحب صعيب، حقراني حيت انا اكبر منها، تخليني بوحدي، مضحكة فيا الناس، روكتك فيا. وداكشي اللي دارت لي انا عقل، عقل اكثر حيوان، ما شتيش اش دارت للحوتات ديالي. والحق هي قتلتهم، انا نطلع معاك راجل، غادي نعطيك الحريه ديالك ونبقى انا في القفز. عرفتي؟ اش هاد الهرج؟ اش وقع؟ فين أوسكار؟ فين أوسكار؟ فين أوسكار؟ أوسكار؟ آه داك الفرخ كيوسخ لي الدار. الفرخ ديالك أوسكار كيوسخ الدار، قولي علاش؟ حيت كذاب. أبي الكذاب. مشى سميتو أوسكار. تري بي كونتين. عشو شو درتي؟ برافو عليك، تري بي.
صافي صافي بنتي بارك عليك. يلا سيروا حكوا سنيناتكم وسيروا تنعسوا. يلا بني غيتا خصنا نهضروا. على حنا باقي عندنا شي حاجه علاش نهضروا؟ راني عارف راسي غلط. مزيان وشنو بغيتي؟ فكرت مزيان وقررت نقطع العلاقه ديالي مع صوفيا. فكرتي كاع؟ فهمت بلي العائله ديالي اهم ليا من التخربيق. وشنو بغيتي دابا؟ بغيتي نفرح ونبوسك ونقول لك شكرا بحيث من بعد ما فكرتي مزيان بغيتي ترجع للعائله ديالك. شنو بغيتي؟ نسمح ليك؟ حتى انا غادي نسمح ليك. فاش غتسمح ليا؟ شنو هاد الغلط اللي درت اللي غادي نتبادلوا عليه المسامحه؟ تسمح ليا ونسمح لك. انت كنتي مع كامل وانا كنت مع صوفيا. ما بقاش غير مهدي ولا حتى كامل. انت انسان مريض وما عمرك ما غادي تعالج. فات فيك الفوت وشحال هادي وزياده على المرض ديال الغيره ديالك. انت انسان اناني وكتفكر غير فراسك. ايوا لهاد المريض كون ما كانش ما عمرك انت غتوصلي لداكشي اللي وصلتي ليه. شد غير في حاجه وحده، مره كتقول انت اللي وصلتيني ومره كتقول كنت كندير المنشطات. شتي عالي انت ما عمرك ما كنتي عداء في المستوى ولا شي مدرب في المستوى. عرفتي اش غندير؟ نحيد سميتك من السيفي ديالي ومن حياتي. نسيت ما نقول لك، عرفتي علاش زوجت بك؟ حيت بقيتي فيا بزاف. طلق مني. بنتي والله ما نتفك معك. على مالي انا شنو درت؟ انت هو سبب المشاكل كامله. اش غيوقع ليها كاع اكثر من هادشي اللي فيها؟ كيفاش؟ شنو بغيتي تقول؟ انت اللي ولدتيها مريضه وهادشي اللي فيها جاي منك انت. شنو؟ تعاود شنو قلتي؟ راك سمعتيني شنو قلت لك؟ انا في عائلتي حتى شي واحد ما مريض بالمرض اللي بصباح. علي انت اكبر حيوان شفته في حياتي وبقيت باغي نشوفك مهرتك. طلقني طلقني. انت مطلقه؟
بسم الله فاتحة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله يكمل عليكم بخير. الله يكمل عليكم بخير. شكرا. انت معنا الخدمة. سلام على رسول الله، إلى الجاهل جاء سيدنا محمد، الله معاه الجل علي. مبارك مسعود، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. يلا خليتكم على خير، أنا مشيت. صافي سمير غادي، راه يلا غادي نبداو. انت دابا لاله سهام راكي دخلتي لعالم جديد، ما بقيتيش محتاجه ليا، ومن هنا كنفضل باش تبقي مع صحاباتك باش يقريوك ويعلموك شنو هو الزواج. سي سمير انا نمشي معك. خلي تخليونا غير بوحدنا. صافي بقاو هضروا مع بعضياتكم، ماشي مشكل. سهام جبت لك خاتم، جيسبر يعجبك. اوه ميرسي بوكو. دابا وانا لاله جبت لك هذه السلسله هذه فيها خويا مسا باش تبعد عليك العين. لا لا يخطك عليا فاتحه. حتى زينب كانت باغا تجيب لك كادو ولكن لقات مول الذهب مسدود. مجيتك عندي يا زينب هي احسن كادو ليا. سهام انا ما جبت لكش كادو حيت ما عنديش باش دابا، ماشي حيت مول الذهب مسدود، ولكن احسن كادو هي ندعي معاك يا ربي هاد خالد ما يطلعش بحال ماتي، وتانتي ردي البال باش ما تلقايش راسك في سيتواسيون بحالي. الله ينجيك يا ربي. البنات زعما حنا اللي مطفرينو، لا يعطيك شي واحد بحال علي. الله ينجيك يا ربي اختي. الله ينجيك تما واحد يشبه النبيل اللي يقدر في اخر ايام كسفتك للحبس حيت وقفتي فوجو وقلتي له باسطه. البنات بلاتي راه خلعناها، واش حنا جايين للفرح ولا جايين نكدوا عليها؟ ايوا ما نعرف. الزواج يا ولدي مسؤولية، ماشي غير عقد بينك وبين سهام. بون أنا ما كنقول لكش باش تكون مالك، غير هو بغيتك تحط الأسرة قدام عينيك. قولي بعدا شحال لاج ديالك؟ 32 34 33 عام. كون هنا سي سامر، سهام نحطها في قلب عينيه. كنا كنقولوا هاد الهضره في الاول، ولكن مع الوقت داك الورد كيتبال ها، والحب كيطير في السماء. وداك الصباط اللي يلاه كنا غاديين به مع حبيبه القلب كيولي مزير وكيدبر. جاوب جاوب ماشي مشكل. الو وي. لا 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 النمره غلط، النمره غلط. شي وحده غلطه في النمره. شي وحده غلطه ولا شي امور قديم هذا؟ لا سي سمير انا ما عنديش مع داكشي. كنا كنقولوا عاوتاني ما عنديش مع داكشي. معليش شنو كنا كنقولوا؟ صباط مزير. ماشي مشكل شنو كنا كنقولوا، اللي خاصك تعقل عليه مزيان وسهام ديرها في عينيك. متي كن هنا سي سامر. هو لو طابلو ديالو بحال هكا، كيعتمد بزاف على لا سيمبليسيتي والخيال، بحال هاد الطابلو ديال نفس الرسام اللي عام اللي فات تبع غالي بزاف. دونك انا كيبان لي بلي شي حاجه كي بروند لا فالور، فهمتي؟ ماشي غادي تانفيستي فلوسك في حتى شي حاجه. سينو كاين حتى هاد لارتيست بانتر حتى هو لي طابلو ديالو سون فريمون انتريسون. انا نوريك بين لي في حتى شي فاكش بلاصه. لا جو بونس با غير جاب ليك الله. لا تفكرت ماشي انت هي السيده اللي قتلت راجل ودرتو في الطوموبيل لحتو في الضايا؟ انتي. وتفكرت سميتك زينب ياك مرت
الصحفي المعروف المهدي العمراني اللي كان مسكين معروف اما دابا الله يرحمه. ماشي انا لالا، غير غلطتي انتي والله تنتي. فوقاش خرجتي من الحبس؟ علاش خرجوك؟ ولكن برافو عليك، عندك الشجاعه باش قتلتي راجلك. حتى انا باغا نتهنى منه، ولكن انا خوافه ماشي فحالك. وكان ناخذ معك شي سيلفي. لا شريفه راه قلت لك ماشي انا، واش ما كتفهميش؟ غير سيلفي نوري لصحاباتي باش دائما تنطلقوا مع شي وحده قاتله راجلها. ماشي انا، ماشي انا، بعدي مني عطيني اتساع. صباح النور الحبيب ديالي. صباح الخير. صباح الخير حرفيه. صباح الخير كبيده ديالي. اجي معايا. فين؟ عندك شي حاجه هنا ديالك تاخذها معاك؟ لا. ايوا صافي. اجي معايا. فين داير؟ وصافي دابا تعرف ما نجري عليه من الخدمه. غنجري عليك من داك البوست. خالد وليد لو ديريكتور كوميرسيال. خالد ماشي تما، ماشي بلاصتك هادي، نوض جلس تماك، راه انت لو ديريكتور. واش هاد البيرو ديالي؟ ديالك بصح. بيان سور ديالك، راجل سهام خصو يكون عنده شي منصب كبير. ونزيدك حاجه اخرى، طارا غنعطيوك اون فواتور. لا واش كنحلم ولا شنو؟ ما كتحلمش يا خالد، انا بغيت حاجه وحده، كون معايا غير راجل، واللي تمنيتيها اللي تمنيتيها تكون بين يديك. صافي ثقي فيا. لا غالري سليمان ماشي ديال اللعب، ما كاين ما ولكن لا كليون تخلعات وهي كتشوفك في لا غالري. مايمكنش ليا نخدم وحده مدوزه الحبس وقاتله راجلها. سمحي لي عافاك، سمحي لي. حمود كي داير؟ الحمد لله. انت بخير؟ الحمد لله كلشي مزيان. ما كيبسر عليكم حد هنا؟ ما كيسر عليكم حد؟ لا لا الحمد لله. شنو هادشي جايب؟ علاش معذب راسك؟ وايلي ماشي شي حاجه كثيره. فين ادم؟ في المدرسه. وفي الحقيقه انا رجيت نتكلم معك على قبل ادم. ياك لاباس وقع شي حاجه؟ لا ما وقع والو، ولكن اتصل بيا المدير وقال لي هذا الاسبوع كله ما جاش للمدرسه. حميد انا كل صباح كنوصلو حتى لباب المدرسه. وراه يمكن ملي كتوصلي كيخليك حتى تمشي وكيتخبى في شي بلاصه وكيجي في الوقت ديال الخروج للمدرسه. فين كنتي؟ فين غنكون؟ مدرسه. ادم ما تكذبش عليا، هضر. ما عرف لاغي كرياسون كيبقاو يضحكوا عليا ويضربوني وكيقولوا لي ولد كيليميني. وعلاش وليدي ما جيتي عندي مشي معاك انا للمدرسه ونفكوا هذا المشكل هذا؟ شغليش بالك انا نتكلف على بالي مشكل. صافا بنتي، مالك صباح؟ صحشت بابا. ما غاديش نعول عليك، الا بغى يجي يشوفك يشوفك، والا ما جاش عندي ما ندير لك. بنتي انا باباك ساليت معاه وانت ما بقيتيش بنت صغيره وعارفه علاش. انصحك بنتي ملي تكبري عمرك ما تخلي شي واحد يحرر عليك عيشتك. ولكن ما كاين لا ولكن لا والو، بابا كيبغيك وما كنظنش ما غادي يجي يشوفك ويسول عليك. يلا مشي نشوفو كامل غيجري.
بغيتك تشجعي معايا. كمين كيتقدم، زيد ولدي سير سير. يلا أكسلة. كمين في المرتبة الرابعة على بعد 100 متر الأخيرة. زيد أخويا زيد. نهاية السباق وتألق العداء كمين بإحراز المرتبة الثالثة. هنيئا لي بهذا الفوز. غابو كمين. الجميع المغاربة ميدالية أولى. كمين كمين كمين. يس. مدام زينب كنقدم لك السي يمين. الغرام اللي عشناه دقوا قلبي وبلاه، داكشي اللي شفناه تبح قلبي وكواه. الله يا ربي الله كندي تنسى يدرنا وما درنا كل شي خلصنا. كل شي خلصنا.